بيان النهارده نعرف تفاصيل من دكتور عمرو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. اولا تحياتي لحزب حماة الوطن جميعا في كل مكان، ما شاء الله تواجدكم الكبير، دعمكم ايضا للبلد، تحرككم وسط الناس لكم تأثير كبير جدا، وعايز اقول من الاحزاب القويه جدا اللي موجوده اتكلم اهو على الارض، فده اولا شكرا لكم مره اخرى. دي شهاده نعتز بها استاذ احمد، ويعني اسمح لي اشكر حضرتك على هذه المقدمه. خلينا نتكلم على اجتماعكم النهارده، ايه اللي حصل في الاجتماع؟ الحقيقه انه كان الاجتماع النهارده للمكتب التنفيذي وبحضور القيادات العليا في الحزب ومشاركه اعضاء الهيئتين البرلمانيتين في مجلسين نواب وشيوخ، لانه الحقيقه يعني استحقاق الانتخابات الرئاسيه القادمه كان يجب ان يكون له كبير الشأن الان على الساحه السياسيه، وبما يشعر به حزب حماة الوطن من مسؤوليه تجاه الوطن وتجاه الشأن السياسي. كان اجتماع اليوم له مخرجات هامه، واعمالا يعني بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادا لطبيعة اتخاذ القرار وصنع القرار داخل حماة الوطن. فانتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى ما يلي. أولا، عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024. ثانيا، دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر. نعم. ثالثا، تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح. نعم. رابعا، دعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة. عظيم الحقيقة. طيب دكتور عمرو، قبل ما نروح بقى للتفاصيل، خليني بشكل واضح، كحزب النهاردة، حزب لسه بقول حزب مؤثر وحزب كبير وله أرضية وله قواعد وعنده عدد كبير جدا من النواب في المجلسين سواء النواب أو الشيوخ، ولكوا فروع تقريبا في كل محافظات مصر لو انا متذكر جيدا. نعم. النهارده موقفكم اصبح واضحا، ما فيش مرشح من عندكم للرئاسه والدعم للرئيس. نعم يا فندم، دي حقيقه. نعم. دي حقيقه. الاسباب، الحقيقه انه يعني الامر لم يكن من فراغ. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. ومنذ انطلاق شراره ثوره 30 يونيو. نعم. ويعني ما فعله وتضحيته بنفسه. نعم. اتخاذ القرار. نعم. تجاه الانحياز للشعب، تجاه الجماعة ذات التفكير المظلم السوداوي. نعم. الذي كانت تسير به. نعم. في يعني قدر لم نكن نعلمه. كان يجب أن ينحاز في هذا التوقيت إلى الشعب. نعم. وبناء على ذلك. أيوة. كان عندنا مهمة كبيرة. أيوة. القيادة السياسية قادتها. نعم. في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان. نعم. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ومن يستطيع أن يقوم بنشر الاستقرار وكلنا كنا نشاهد ما يكابده الجيش وما يعانيه والشرطة في سيناء. نعم. ده رقم واحد. نعم. رقم اثنين. نعم. إعادة مصر لمكانتها الطبيعية. نعم. شخصية الدولة المصرية. نعم. عربيا وإفريقيا وعالميا. نعم. ما فعله سيادة الرئيس. أيوة. في هذا الأمر. أيوة. كبير. نعم. وكلنا نشهد ذلك. نعم. كلنا نشهد ذلك، القاصي والداني يعلم شخصية الدولة المصرية الآن وصلت الى اي مكان. نعم. طيب دكتور عمرو، يبدو النهارده انتوا كحزب حماة الوطن وبرئاسه سياده الفريق جلال هريدي وله كل التحيه احد قيادات جيشنا العظيم،
النهاردة خلاص أعلنته بشكل واضح، ولكن أنا كحزب سياسي حضرتك بشكل واضح النهاردة أعلنت. هل تجد أنه ممكن بعض الناس يقولوا الله ما أنت حزب سياسي زي حزب سياسي وبتتكلم بتطلب أولا من الرئيس أنه إعلان خوضوا الانتخابات القادمة، ماذا عن هذا الأمر اللي هو دعوة الرئيس لإعلان ترشحه للانتخابات القادمة؟ لا، لأن الأمر لم يأتي من فراغ يا أستاذ أحمد. أيوة الأمر يأتي من الأرض. نعم. من الواقع الذي نشهده. نعم. من التنمية التي نشهدها. نعم. القضاء على قوائم الانتظار، القضاء ده على مستوى الصحة مثلا. نعم. القضاء على فيروس سي. نعم. التأمين الصحي الشامل. نعم. ما نشهده الآن. نعم. معلش. نعم. يعني نحن نتحدث عن دولة تقوم تأخرت كثيرا. نواجه صعوبات اقتصادية نعم ونعترف بذلك. نعم. ولكن ما فعله سيادة الرئيس على مستوى التنمية؟ ما يفعله على دولة العلم والعمل؟ دولة الحلم والأمل؟ الدولة القادرة وليست الغاشمة؟ نعم. كل هذا كان يقوله سيادة الرئيس. اسمح لي أقول لحضرتك أني كنت في أترأس وفد الحزب في الصين. نعم. مؤخرا. نعم. ما فعلته الصين. نعم. هو ما يفعله سيادة الرئيس الآن. ولكننا يجب أن نرى الدول ونرى تجاربها. وإن كان هذا ما يدعو إليه سيادة الرئيس على مستوى التنمية فنحن خلف القيادة السياسية. هل سأعيد الكرة مرة أخرى؟ نعم. وهل يعني لا، نحن نبحث عن النضج السياسي. نحن نبحث عن الدفع خلف القيادة السياسية أن تكمل ما بدأت. نعم. ونحن خلفها. نعم. لغة التنمية هي اللغة التي يجب أن تعلو فوق مصالح الجميع. بعض الناس ممكن دكتور عمرو يقولوا مش ده وقت مبكر أنكم تعلنوا يعني بشكل واضح خلف الرئيس، انحياز السيد الرئيس بشكل واضح، تطلبوا من السيد الرئيس أنه يعلن ترشحه لخوض الانتخابات القادمة، مش ده وقت مبكر ولا اقتربنا من يعني إجراءات خاصة بالانتخابات الرئاسية 24؟ الحقيقة أنه يعني أنا زي ما قلت لحضرتك عملية صنع واتخاذ القرار داخل حماة الوطن هي عملية محوكمة بشكل قوي جدا. وبناء على ذلك. نعم. قرب الاستحقاق. وقرب الإجراءات كان يدفعنا. ويدفع مسؤوليتنا الوطنية. نعم. أن نقوم بهذا الإجراء في هذا التوقيت. وبناء على ذلك تم اتخاذ القرارات اليوم في المكتب التنفيذي كي نقول أن الشارع السياسي يعبر من خلال حزب من الأحزاب ولا أنحاز يعني أو دعني أقول اللي حضرتك قلته. نعم. هذا الحزب القوي على الأرض النهاردة. نعم. أنه يجب أن نقف خلف القيادة السياسية ونحن نعلنها وهذا ليس بتوقيت مبكر. هو توقيت في مكانه بعد دراسة متأنية وبعد اتخاذ قرار بالإجماع من المكتب التنفيذي. هل بصراحة لأنه كمان هيكون معنا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين للأحرار لأنه كمان خدوا قرار زيكم النهاردة قرار جريء ودعم، هل تتوقعوا أنه يعني هيكون في منافسة في أسماء ممكن تعلن انها تخوض انتخابات خلال الفترة القادمة يعني زي ما بقول كده مستقلين احزاب اخرى، هل متوقعين هذا الامر؟ قرأت كل المشهد اللي جاي يعني دعني اقول انه الامر مفتوح. من احب ان ينافس فلينافس. ايوه. ولكن الامر واضح خلف القيادة السياسية ودفعها نحو التنمية، من اراد ان ينافس فلينافس على مقعد الرئاسة. الباب مفتوح. الباب مفتوح لذلك. صحيح. صحيح. أي حد تنطبق عليه الشروط. طبعا يا فندم. مش كده؟ طبعا. لأنه ما تشهده مصر من خوض عملية سياسية مفتوحة على الأرض وما صار داخل الحوار الوطني قبل إيقاف الجلسات. نعم. لا هترجع يمكن يومين الجايين الجلسات أعتقد. مرة هترجع تاني خلال الأيام القادمة. أي اتفضل. يعني الزخم اللي بيقدم يا أستاذ أحمد. نعم. سيحكى للأجيال. نعم. كل من له رأي يسمع. وقالها سيادة الرئيس مؤخرا. نعم. قالها في
في خطاب يوليو، نعم، في خطاب ثورة يوليو، أن كل الأصوات تسمع، نعم، وأن كل الآراء، الأصوات الجادة، كل الأصوات الجادة. سيادة الرئيس كده امبارح، الأصوات الجادة دي حقيقة. نعم دي حقيقة. نعم نعم. يعني فبالتالي ما ندعو إليه هو عملية نضج سياسي، فلننضج، لأن هذا الوطن يحتاج مننا كثير من الجهد. دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مساء الخير.